تفتكر يا مختار المناقصة دي هترسي علينا؟ أكيد هترسي علينا. بصي، المناقصات التعبانة اللي مكسبها تعبان زي المناقصة دي، الناس الكبيرة قوي بتسيبها للناس التعبانة أو اللي زي حالتنا. إيه يا ابني ده؟ إيه يا ابني الإحباط اللي أنت فيه ده؟ هو أنا ناقصة يا مختار؟ يا بيبي ده مش إحباط، دي حقيقة. إحنا ليه نعيش في الوهم؟ ما نعيش على أرض الواقع أحسن. والله معاك حق، إحنا عارفين الكلام ده من أيام حتى مجموعة الديب وأيام ما شكري ما كان في عزه في السوق. الله يرحمها أيام. دلوقتي بقى يا بيبي لا في عز ولا في وز، احنا لو حصلنا يعني ورك كتكوت يبقى من الله. زي ما بيقولوا عم يبكي وعم يضحك. مساء الخير. مساء النور. شكري بيه موجود؟ اه طبعا موجود. سلامت. على فكره شكري بيه لو مش موجود احنا نوجده، ولو مش موجود برضه احنا كلنا موجودين. مختار. هاي. اتفضلي حضرتك. شكرا لك بس انتظارك. او شكري بيه ده بقى 100 100 مروق دماغه على الاخر واحنا اللي شايلين الليله والله. تصدق وتؤمن بالله يا مختار، احنا ربنا عمره ما هيكسبنا ولا يربحنا طول ما حضرتك واللي مشغلك شغاليني في دور النحنحه. ليه بس يا بيبي؟ بيبي ما هي بيبي دي اللي جايبه لك كافيه. وحسيت ان قعدتي في البيت هيبقى فيها سين وجيم وهتجيب لي وجع دماغ، فقلت ان انا اسافر سفريه طويله وقررت اخلع. برافو عليك، احنا مش ناقصين وجع دماغ. وبعدين بيتي تحت امرك. يعني مش هتقل عليك؟ تقل عليا ده ايه؟ اوعي تقولي كده، ده الارض ان ما شالتكيش اشيلك فوق دماغي. وبعدين يعني اقل اعمل معاكي الواجب. اوكي، اللي تشوفه. بس في مشوار مهم لازم تعمليه. مشوار ايه ده؟ عايزك تعدي على برهان. برهان تاني؟ ده ما بقاش طايق يشوف وشي، وبعدين انت نسيت التهديدات اللي كان بيهددها لي. اسمعي بقول لك، زيارة برهان دي مهمة قوي. ليه بقى؟ لأن الزيارة دي هتطمنه وتنايمه من ناحيتنا، ولو عملتي اللي أنا قلت لك عليه مظبوط يا بسمة، ممكن نطلع بقرشين كويسين كمان منه. لا بقى، بالراحة عليا كده وفهمني انا هقول له ايه بالظبط في الزياره دي.